صباح الخير مشاهدينا الكرام، صباح التفاؤل. بنبدأ مع حضراتكم يوم جديد في هذا الصباح، وزي ما احنا متعودين مع حضراتكم دايما عندنا موضوعات جديدة ومتجددة. ومن ضمن موضوعاتنا النهاردة هنتكلم عن الرمال السوداء، كنز مصر الاستراتيجي أو ما يطلق عليه الذهب الأسود، بضوء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصنع الرمال السوداء في مدينة كفر الشيخ، وهو المصنع الأحدث من نوعه على مستوى العالم في تكنولوجيا التعدين المتطورة. في الحقيقة هناك العديد من الفوائد لهذا المصنع واستخدامات الرمال السوداء أو المعادن المستخلصة تحديدا من هذه الرمال، بتدخل في العديد من الصناعات الثقيلة والمهمة. احنا بنتكلم تقريبا عن أكثر من 40 صناعة مهمة بتدخل فيها المعادن المستخلصة من الرمال السوداء. أيضا مصر تتمتع بمقومات في هذا الأمر، وتوجد هذه الرمال السوداء يعني على مساحة تقريبا 400 كيلومتر على شاطئ البحر المتوسط للدولة المصرية، وتوجد أيضا تقريبا احنا بنتكلم عن 11 موقع داخل مصر بتوجد فيه هذه الرمال السوداء. وبالتالي هناك توجه من الدولة للاستفادة من هذا الكنز الاستراتيجي في الحقيقة، وتطويعه في العديد من الصناعات بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال الفترة اللي جاية. عندنا كمان موضوع آخر وهو قطاع النسيج والملابس، وإزاي احنا بنجمع بين الموضة والاستدامة، هنتكلم عن هذا الأمر بالتفصيل، بالإضافة كمان إلى موضوعاتنا الثابتة اللي احنا متعودين عليها دايما في هذا الصباح. عندنا فقرتنا الرياضية، فقرتنا الاقتصادية، وجولة متنوعة من الأخبار والتقارير المختلفة اللي هنبدأ بيها مع حضراتكم بعد هذا الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة ثانية، وخلونا نبدأ مع هذه الجولة المتنوعة من الأخبار والتقارير المختلفة سواء المحلية والعربية والدولية. وهنبدأ بأحدث وحدة للعلاج الطبيعي بمركز رعاية الطفل في العباسية، واللي تم افتتاحها بعد تزويدها بأحدث المعدات والتقنيات ذات التكنولوجيا العالمية لتقديم تلك الخدمات للمواطنين بالمجان، في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية للمواطنين. ومعنا تقرير هنشوف فيه تفاصيل. على الرغم من كونه مركز طب أسرة لتقديم خدمات الرعاية الأساسية الأولية للمواطنين كالتطعيمات والإحالة إلى المراكز الأكثر تخصصا، إلا أن مسؤولي وزارة الصحة والمركز الطبي حرصوا من خلال الجهود الذاتية التوسع في الخدمات التشخيصية والتأهيلية للمواطنين بتزويد وحدة العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة التأهيلية لتكون نواة لأحدث مركز طبي في تقديم الخدمات التكميلية والتأهيلية للمواطنين محدود الدخل. ابتدينا مؤخرا ناخد تصريحات وموافقات على أن احنا ندخل الخدمة في المراكز، لأن عدد المستشفيات ما بتغطيش القاهرة. يعني بقى عندنا دلوقتي 65 وحدة علاج طبيعي في القاهرة، من أبرزهم وحدة العلاج الطبيعي مركز طبي طفل العباسية. بصراحة التجهيزات اللي فيه جميلة جدا، من هي طبعا معظمها بتبقى تبرعات. الأجهزة اللي هنا فيها إلكتريك استيميليشن وألتراسونيك، ودول من الحاجات اللي بيعالجوا الالتهابات بصورة قوية جدا. احنا عندنا هنا وحدة علاج طبيعي مجهزة على أحدث الأجهزة وبأسعار رمزية تماما لا تقارن بالأسعار الخارجية، حيث أننا منطقة أصلا شعبية ومنطقة عايزين نوفر للناس الخدمة دي بحيث أن هم يقدروا ياخدوها بدون مشقة وبدون أي تكلفة. متوفر هنا عندنا أجهزة مش موجودة في أماكن كتيرة جدا، خدمة مميزة بأسعار مميزة مع دكاترة وإشراف مميز. فعالين هنا خدمة الإحالة الداخلية، يعني إيه؟ يعني المنتفع اللي بيدخل أو المريض اللي بيدخل لو محتاج أي حاجة، أي إحنا بنشوف إيه الحاجات الاحتياجات اللي هو محتاجها وبنحاول نفتتح بيها أقسام جديدة في المركز. قسم ده بنقدم لهم خدمة طبية متكاملة. كما تم تزويد وحدة العلاج الطبيعي بمركز رعاية الطفل العباسية بأجهزة ذات تقنيات تكنولوجية عالية لتأهيل حالة الجلطات وكبار السن وتيبس العظام وما بعد التدخلات الجراحية، وذلك وفقا لمعايير الجودة العالمية.
في جهاز التريد ميل عشان التأهيل للمشي، في بارل البار علشان تدريب العيانين اللي بيبقى عندهم اصابات ما بعد الجلطات والكلام ده كله، في برضو تريد ميل، في بايسكل اللي هي العجله دي برضو حلوه جدا لحالات العظام والحالات الاعصاب والحالات تأهيل ما بعد الاصابات سواء في العظام او في الاعصاب. هنا جهاز الليزر، اشعه الليزر دي بنستخدمها في حالات كتير قوي زي حالات الم اسفل الظهر، الم الرقبه، الم خشونه الركبه. عندنا جهاز الموجات فوق الصوتيه الترا ساوند، الجهاز ده برضو بيقلل الالم في كل الاصابات اللي موجوده، بيزود بيحسن الدوره الدمويه. وفي جهاز عندنا الشوك ويف، ده بنستخدمه بالذات لحالات الشوكة العظمية، بيبقى الموجات التصادمية بتاعته دي بتكسر الشوكة بس على مدار من 10 ل 12 جلسة. المواطنون أثنوا على تلك الخدمات التي تقدم بأسعار رمزية وبجودة عالية لبت طموحاتهم. بعمل جلسات علاج طبيعي، الأسعار هنا كويسة وممتازة بصراحة. بعمل جلسات على دراعي والحمد لله بقى كويسة، وناس كويسه يعني بجد يعني، والاسعار حلوه. امكانيات وتقنيات مستحدثه تم توفيرها بالعديد من مراكز الرعايه الاساسيه بالمناطق ذات الكثافه السكانيه العاليه، وذلك لتوفير الامكانيات التشخيصيه والتاهيليه للمواطنين وبخاصه محدود الدخل. محمد حلمي، النيل. نروح لموضوع اخر مشاهدينا الكرام. والتحالف الوطني للعمل الاهلي اطلق يعني عددا من القوافل الطبيه الموسعه في محافظه سوهاج تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتاتي هذه القوافل ضمن خطه الحمايه الاجتماعيه للتحالف الوطني في اطار مبادره ستر وعافيه، وهنشوف ايضا مجموعه من التفاصيل في هذا التقرير. تحت مظلة التحالف الوطني ووفقا لما تقوم به الجمعيات الأهلية من تقديم خدمات تنموية كافة لجميع أهالي المحافظات، هنا في محافظة سوهاج تم تقديم قوافل طبية مختلفة التخصصات وخدمات توعوية متنوعة ومساعدات غذائية وغيرها من الخدمات. اللي بيحصل ده نموذج للتنمية الشاملة اللي ممكن تتحقق من خلال تكامل مجتمعات متختلفة بمداخل تنموية مختلفة. في جمعيات متخصصة في انها تعمل رعاية صحية، جمعيات بتعمل توعية، جمعيات بتدرب الناس على حاجات خاصة بالتنمية الاقتصادية، جمعيات بتوزع مساعدات مباشرة، بتقدم شنط مدرسية للطلاب في المدارس الابتدائية والمدارس الاعدادية، بالإضافة أدوات كتابية داخل الشنط المدرسية، ومعانا كمان حد من الدعاء في مسجد مصطفى محمود جاي علشان خاطر يعمل توعية للأطفال. الأرمان النهاردة بتقدم مشروعات تمكين اقتصادي المتمثلة في مشروعات تنمية مشروعات متناهية الصغر للي هم للي عنده مشروع صغير وعايز ينميه، أو مشروعات مثل الأكشاك للي هو ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين. القافلة الشاملة كان لها إشادة كبيرة من المواطنين، بل وصورة تحكي واقعا لجمعيات أهلية تطرق على الأبواب لتلبية احتياجات الأهالي بل والارتقاء بمستوى معيشتهم. كل الخير اللي حصل معاني، وكل خدماتكم زيني وتمام التمام، ودكاترة فيهم بركة، وبارك في الرئيس وبارك فيك وبارك في الدنيا كله. شعور بالسعادة، يا رب دايما يكون في خدمات يعني حلوة زي كده للناس. نشكر السيد رئيس الجمهورية اللي قام بالمشاريع كلها. ستر وعافية شعار يحكي صورة جميلة داخل نبض المواطن وملامح سعيدة رسمت على وجوههم، لتؤكد بأن التحالف يقف على قدم وساق للوصول بحياة المواطن إلى مستوى معيشي أفضل. بنقدم خدمة بنظن أنها خدمة مختلفة شوية، بننقل مبادرة قدم صحيح اللي أطلقتها المبادرة ضمن جهود التحالف لدعم مرضى القدم السكري غير القادرين لحمايتهم من البتر. النهارده إن شاء الله جايين توزيع شنط مواد غذائية بس للمحافظة كلها، الحمد لله نازلين المحافظة كلها، وخصصنا جزء تبع القافلة يعني إن شاء الله. الملحوظة الجميلة هي انتقال المؤسسات الخيرية إلى المحتاج، مش ان المحتاج يبحث عننا احنا عشان يجي لنا. هو تحالف تنموي يقدم صورة واقعية لساحة كبيرة توضح عديد من الأدوار الخدمية لكثير من الجمعيات الأهلية التنموية التي تعاونت وتكاتفت تحت شعار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. نظمت وزارة الداخلية دورتين تدريبيتين لمسؤولي إنفاذ القانون وطلبة وطالبات كلية الشرطة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، وده بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسفارة الإسبانية بالقاهرة، وذلك في إطار إثقال مهارات العنصر البشري في كافة المجالات. وكمان هنتابع هذا التقرير.
نظمت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة دورتين تدريبيتين لمسؤولي إنفاذ القانون وطلبت وطالبات كلية الشرطة في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بالتنسيق مع خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة والسفارة الإسبانية بالقاهرة. Agradecer al Ministerio de Interior de Egipto, quiero agradecer a la Academia de Policía de Egipto así como a las entidades que han colaborado con nosotros que me hayan permitido participar en estas jornadas como experto y mostrarle mi experiencia a los futuros policías que van a salir de esta academia. Reitero mi agradecimiento al gobierno de Egipto y espero que... تناول برنامج الدورتين عددا من المحاور في مقدمتها التعرف على جرائم العنف ضد المرأة والإطار القانوني للتصدي لهذه النوعية من الجرائم وفقا للأطر والمعايير الدولية وكذا كيفية التعامل مع الضحايا والشهود. Pretendemos que estas jornadas sean fundamentalmente interactivas con un componente práctico muy marcado de modo que los alumnos, los participantes puedan de verdad contribuir con casos prácticos, podamos debatir, discutir circunstancias concretas que se van a dar en nuestra vida policial operativa y por tanto el marco teórico va a existir, necesariamente tenemos que dar una referencia teórica, pero fundamentalmente el objetivo es debatir casos concretos y favorecer el debate y la discusión con los alumnos. Deseo que sean unas jornadas fructíferas donde todos podamos aprender, aprendamos unos de otros, podamos aportar nuestros conocimientos de cómo trabajamos en España y también nos llevemos a España conocimientos y aprendizaje de cómo se trabaja este tipo de delitos a nivel policial en Egipto. Agradecer al Ministerio Interior de Egipto, a ECID y a UNDOC por habernos invitado, por haber contado con España, con el Ministerio Interior, con Guardia Civil y con Policía Nacional para participar en este taller de formación de violencia sobre las mujeres y niñas. وتضمنت الدورتان عقد ورش عمل حول مكافحة جرائم العنف ضد المرأة وشهدت تبادل للخبرات كما تم استعراض جهود قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة. Vale, y terminaremos con la realización de unos casos prácticos donde podamos ver el desarrollo que nosotros le daríamos particularmente a estos supuestos y al mismo tiempo observar cuál sería el desarrollo que la Policía Nacional de Egipto llevaría en el mismo supuesto para comprobar cuáles son las diferencias y similitudes en este tipo de investigaciones y cómo podemos enriquecernos ambos de conocer estos procedimientos. Vale, y por último, agradecer que se haya solicitado nuestra participación en estas jornadas, puesto que aparte del enriquecimiento profesional que va a suponer, supone también un enriquecimiento personal, puesto la historia y cultura del Cairo y de Egipto es conocida mundialmente y es un placer poder participar de conocer esta cultura. Doy las gracias a todos los organizadores por facilitar este espacio para compartir y mejorar experiencias. هذه الدورات تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على الاستفادة من الخبرات الأمنية الدولية في إصقال مهارات العنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية لا سيما المعنيون بمكافحة جرائم العنف ضد المرأة. من ضمن موضوعاتنا أيضا مشاهدينا الكرام هنتكلم عن فنان مصري يسمى إبراهيم صلاح واستطاع تحويل خردة الحديد إلى مجسمات ضخمة وشارك في معرض القاهرة لفنانين شبان قدموا إبداعاتهم في مجالات مختلفة خاصة فيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي والرسم والنحت وهنتعرف على تفاصيل هذه الموهبة في سياق هذا التقرير. فنان مصري استطاع تحويل خردة الحديد إلى مجسمات ضخمة هو الفنان إبراهيم صلاح الذي يبلغ من العمر 29 عاما وقد شارك صلاح في معرض بالقاهرة لفنانين شبان قدموا إبداعاتهم في مجالات التصوير الفوتوغرافي والرسم والنحت أيضا. أعمال صلاح الفنية تشمل نسخا طبق الأصل من تماثيل على هيئة أسود في وسط القاهرة تعرف بأسود قصر النيل يبلغ طول كل نسخة 3 أمتار ومصنوعة من 300 كيلوغرام من الخردة المعدنية. خامة الحديد دي خامة كانت منفردة جدا وخامة فن الخردة الحديد عامة ده فن معروف على مستوى العالم
ولما قررت اللي أنا أشتغل فيه حبيت اللي أنا أبدأ عن حاجة تخص هويتنا وتراثنا. عملت حاجات كتيرة من التراث المصري القديم، عملت قط فرعوني، عملت حورس، عملت تمثال كليوباترا، اشتغلت على أسدين قصر النيل منهم عمل موجود معانا دلوقتي. صلاح يستخدم مواد مختلفة مثل إطارات السيارات، لكنه يركز على استخدام الخردة المهملة لتحويلها إلى قطع فنية وصديقة للبيئة. فكرة عادة التدوير، الفكرة ده مندمج في المجتمع بتاعنا بقاله زمن كبير جدا، فأنا قررت أن أشتغل على خامة الخردة الحديد لأنها مميزة، واشتغلت على حاجات على كاوتش العربيات، استغلت أكتر من جزء من المخلفات في تطويعها في النحت كمجسم فني. كما أعرب زوار المعرض عن إعجابهم بالأعمال الفنية. إن كل العمل الفني ده معمول من إعادة تدوير حاجات بتترمي في الزبالة أو بتروح الروبابيكيا، أو هو بيعيد صياغتها ويطلع منها حاجة فنية كده، بدل ما تبقى الزبالة مليانة حاجات بتضر بالبيئة، فده حاجة جميلة جدا. وفي نهاية حديثه أكد الفنان المصري إبراهيم صلاح أن هذه هي الوظيفة الحقيقية للفن، وهي تحويل كل ما هو قبيح إلى شيء جميل ومبهر. من القاهرة للأردن، حيث توقف فرنسيان لزيارة موقع البتراء الأثري هناك في أثناء رحلة قطعها على متن دراجتيهما من باريس إلى الدوحة لحضور نهائيات كأس العالم الشهر المقبل. غادر مهدي بالميسا وهو مخرج أفلام وثائقية، وجابرييل مارتن المنتج التلفزيوني استاد فرنسا في 20 أغسطس، وقطع مسافة بلغت نحو 5000 كيلومتر على دراجتيهما. توصل الثنائي إلى تلك الفكرة عندما توجه بدرجة إلى إيطاليا لحضور مباراة في دوري الأمم الأوروبية العام الماضي، ويأملان في إكمال رحلتهما الطويلة قبل انطلاق أولى مباريات فرنسا في البطولة، وستواجه فيها أستراليا في 22 نوفمبر. بالمسا البالغ من العمر 26 عام قال إن هذه الرحلة تمكنهم من تعزيز فكرة التنقل المستدام وطريقة أخرى للسفر، ويمكن إظهار للناس أنه باستخدام ساقيك يمكن أن تخوض الكثير من المغامرات في بلدك أو ربما أبعد من ذلك. وصل الثنائي الذي يقطع 120 كيلومتر في اليوم إلى الأردن هذا الأسبوع، وسيمران عبر السعودية قبل الوصول إلى الدوحة. مارتن أيضا قال إن التعامل مع مختلف التضاريس في الرحلة التي تستغرق 3 أشهر مهمة صعبة. تواجه فرنسا التي ستلعب في المجموعة الرابعة أيضا الدنمارك وتونس. وقال بالميسا أنه هو وجبرييل لم يكون ليقود درجتيهما في الأردن إذا لم يعتقد أن فرنسا ستفوز بكأس العالم. نروح معكم لبريطانيا، وأصدرت شركة كتابا مصورا جديدا يتناول حياة الملكة إليزابيث أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش. يستعرض محطات من حياتها العامة كمان والخاصة، والأحداث الكبيرة والأزمات اللي مرت بها. توفيت الملكة في 8 سبتمبر الماضي عن عمر يناهز 96 عام، ودفنت إلى جوار زوجها الأمير فيليب في 19 سبتمبر بعد يوم ألقت فيه بريطانيا والعالم عليها نظرة الوداع في مظاهر رائعة من المراسم. يبدأ الكتاب المؤلف من 30 صفحة بإخطار مربي النحل الملكي لخلية النحل في القصر بموت الملكة، وهو تقليد تمتد جذوره إلى قرون مضت ويتعلق بأسطورة حول إنتاج العسل. من بين الحشد اللي شارك فيه وداع الملكة والبالغ 2000 شخص في كنيسة ويستمنستر حيث تزوج ملوك ودفنوا وتوجوا على مدى الألف عام الماضية، كان هناك حوالي 500 من الرؤساء ورؤساء الوزراء وأفراد عائلات ملكية أجنبية وكبار الشخصيات. كمان هذا الكتاب متاح رقميا. احتفل معرض فريز ماسترز بالذكرى السنوية 10 له هذا العام في معرض فريز الفني في لندن، عبر عرض أول نسخته للفن المعاصر بالقرب من التحف والأعمال الفنية القديمة. يجمع المعرضان أكثر من 280 عارضا من 42 دولة للاحتفال بالروح الإبداعية لمدينة لندن، وسيضم هذا المعرض أكثر من 160 من العارضين المعاصرين الرائدين في العالم، كما سيضم أكثر من 120 عارضا يعرضون أعمالا من القديم إلى الحديث.
مديرة المعرض قالت إن هذا المعرض هذا العام لا يعد فقط احتفالا بالحياة الثقافية في لندن، ولكن أيضا لإبراز انتشارها العالمي. وأضافت أن قائمة العارضين المشاركين بتعكس مكانة مدينة لندن كمركز دولي، حيث تجمع بين الأسماء الكبرى إلى الفنانين الناشئين، مشيرة إلى أن أقسام المعرض الخاصة ستعمل على اكتشاف وإبراز بعض الأفكار الإبداعية الأكثر إثارة اللي بتشكل النقاش حول الفن المعاصر اليوم. أيضا مدير المعرض قال إنه هذا العام سيقدم مزيجا لا ينسى أو لا ينسى من الفن عبر 6000 عام من التاريخ، بيضم كذلك بعضا من أكثر الشخصيات المحبوبة، بالإضافة لتسليط الضوء على المواهب التي لم تكن معروفة من قبل. من هذا المعرض إلى معرض آخر في باريس، وهو معرض مخصص للسيارات، حيث عرضت سيارة ضخمة تم صنعها من 400 ألف قطعة ليجو بلاستيكية خضراء اللون. استغرق فريق من 15 شخص 9000 ساعة من العمل لتصوير وبناء السيارة الضخمة، وسيتمكن زوار معرض باريس للسيارات من اللعب بشاشة تعمل باللمس والتي تطلق صوت المحرك، تتحكم في الإضاءة داخل وحول السيارة المصنوعة من قطع الليجو. تشكل قوس قزح فوق شلال هوكو الشهير في مقاطعة شينشي شمال غربي الصين، ما يقدم مناظر خلابة وجذابة لزوار المنطقة مؤخرا. تقع الشلالات عند تقاطع النهر الأصفر ووادي جينشان جراند كانيون، وأدى الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة وتراجع هطول الأمطار في المجرى العلوي للنهر إلى حدوث القوس قزح كما نشاهد في هذه الصور بالطبع. ويعتبر هذا الشلال أكبر شلال على طول النهر الأصفر، ويعني اسم الشلال في اللغة الصينية بفم الغلاية، مستمد من تشابه مع الماء الذي يسكب من الغلاية الضخمة. نروح مع حضراتكم لإسبانيا، وتم إطلاق سراح توأم من طائر البوما في ريف مدريد بعد ولادتهما في قفص حديقة حيوان وخضوعهما لشهور من التدريب. تمت عملية الإطلاق في إحدى البلدات التي تقع على بعد 40 كيلومتر غرب مدريد، وهو جزء من برنامج التربية للطيور الليلية مثل البوم والنسر وبوم الحظيرة، حيث يتم تدريب الطيور الموجودة في الحديقة وتأهيلها للعيش في البرية. يتم تدريب صغار الطيور لمدة تتراوح ما بين 3 و4 شهور لتتمكن تلك الطيور من تطوير غرائز الصيد واكتساب القوة في قفص كبير مصمم ليكون له بيئة مماثلة لسلسلة الجبال بالمدينة. ولد توأمان في فبراير الماضي في حديقة الحيوان بمدريد من زوجين من البوم لم يكونا قادرين على العيش في البرية بسبب إصابتهما. دي كانت مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المختلفة. بعد الفاصل هنتابع وقفتنا الرياضية ونستكمل معاكم فقرات هذا الصباح. صباح الخير يا جماعه، اهلا وسهلا بيكم. والنهارده حلقه جديده ان شاء الله زي ما عودناكم، هنلعب فيها عضلات بطن خفيفه ان شاء الله، ومجموعه من اشكال البطن الخفيفه نقدر نعملها الصبح قبل ما ننزل على الشغل
او في وقت فراغنا لو احنا قاعدين في المكتب او في البيت او قبل ما ننام. فاصل نرجع لكم تاني ان شاء الله، استنونا. هنشتغل شكل النهارده من عضلات البطن كده، شكل بسيط وخفيف، وهنشتغله في وضعه الاساسي بحيث نقدر نوريكم النهارده مجموعه اشكال تلم عضلات البطن كلها بشكل عام. نبتدي مع بعض اول شكل، يلا يا شباب، ها 1 2 3 4. هحافظ على ان شكلي ورجلي تبقى مفروده واطلع المس مشط رجلي على قد ما اقدر وانزل تاني. وده اول شكل في الاشكال اللي معانا النهارده. الشكل الثاني معانا النهارده من اشكال البطن هو ان احنا هنشتغل واحده شمال واحده يمين عشان ابتدي اشتغل على الجناب معايا وانا شغال بلس عضلات البطن. يلا يا شباب 1 2 3 4 5 6 7 8. وده الشكل الثاني من اللي احنا ممكن نعمله النهارده مع بعض قبل ما ننزل نروح الشغل او في المكتب او زي ما قلنا قبل ما ننام. هناخد شكل كمان زياده النهارده من الاشكال اللي احنا بنشتغل عليها، يلا مع بعض، ها 1 2. هحافظ ان انا ابقى تاني ركبي كويس وابتدي اقوم لغايه لما صدري يلمس رجلي. وده شكل من الاشكال الاكثر صعوبه شويه في البطن. هناخد شكل تاني النهارده معانا وهو ان احنا هننام على ظهرنا. يلا يا شباب هفرد رجلي واحاول اسند على كوعي او ايدي تحت ظهري وهرفع رجلي شويه من على الارض 10 او 15 سنتي واثبت. هو ده من التمارين الثقيله شويه لكن بتشغل عضلات البطن السفلي بشكل حلو وبشكل كويس. لو انا عايز ازود الصعوبه بتاعته سنه هبتدي اشتغل واحده وواحده بالتبادل، ها اشتغل، عايش، برافو. لو حبيت ازود الصعوبه سنه هشتغل عجله اكني ببدل لقدام. التمرين ده متقدم شويه يعني لو قدرت تعمله حاول تعمله على قد ما تقدر، ما قدرتش هنشتغل شكله الاساسي الاولاني خالص. اطلع واثبت، اثبت قدام وانزل رجلي. عندنا شكل تاني النهارده من الاشكال بتاعتنا وهو البلانك، وهو من التمارين اللي بتدي قوة لعضلات البطن وتحمل أكتر، ومن الأشكال اللي احنا كل ما بنحاول نزود الوقت فيها وبنتمرن عليها بشكل كويس بتدينا قوة في عضلات البطن بتنفعنا في يومنا الطبيعي. نجرب مع بعض شكل، هنزل على كوعي وعلى مشط رجلي بس وجسمي كله مرفوع، هحاول يبقى مستوى ظهري هو مساوي لرجلي زي الضغط الطبيعي بالظبط، بحيث يبقى صدري كله مساوي لظهري، ظهري مفرود. هحاول اثبت كده 10 عدات 15 عده، لو بلعبها بتايم هشتغل 15 ثانيه وهنزل 15 ثانيه وهنزل، يعني هشتغل حوالي 3 مجموعات في 15 لغايه لما ابتدي اتعود عليها وتبقى بالنسبه لي حاجه عاديه وكويسه. وده كان شكل من الاشكال اللي موجوده معانا النهارده وهو البلانك. وزي ما شفنا النهارده خدنا مجموعه بسيطه او اشكال بسيطه من مجموعه اشكال كتيره جدا هنشوفها على مدار الحلقات الجايه ان شاء الله لعضله البطن، وان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه في تمرينه جديده وعضله جديده وشعارنا زي ما تعودنا رياضه ببساطه. شكرا ليكم واشوفكم على خير ان شاء الله.